السلام عليكم، أعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم في الحلقة رقم 4 عن الطريق إلى كندا. هذا البرنامج اللي عم بسويه أو الحلقات اللي ممكن تساعدكم تعرفوا شو أسهل الطرق اللي ممكن توصلوا فيها لكندا. تابعوا هاي الحلقة والحلقات السابقة واللي جاية وخليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم في الحلقة الرابعة من الطريق إلى كندا. رح نحكي مرة تانية على الإكسبرس إنتري. هون إذا دخلنا على الإكسبرس إنتري اللي هي إذا أنت شفت أنك أنت فعلا إلى الجبل وكل الأمور تمام، كيف تأخذ الدوكومنتس؟ أول إشي في عندك هون أبليكيشن، هدول فنزويلاز باسبورت هولدر إلهم شغلة جديدة منزلينها. باسبورت اور ترافل دوكيومنتس لازم تكون موجوده للفنزويلان لهم انه ما في مشكله خلال 5 سنوات الماضيه اذا مش مجدد اوريفر. هذه للفنزويلان، احنا يمكن ما معنا ولا حدا، يمكن حاله نادره يكون واحد معه فنزويلان. بدك يكون جوازك، اللانجويج تيست اللي هو نتيجه فحص الايلتس او التفل، والادوكيشن كريدنشال ريبورت لازم يكون معك. إذا if you are applying لهذا الفيدرال سكيلد ورك وركر بروجرامز أو ل or you want to get points for the education you got outside of Canada. إذا أنت دارس في كندا ما بدك هذا الشيء، بس إذا أنت دارس خارج كندا لازم تعمل موضوع الوس. حورجيكوا إياه هون. وس اللي هو World Education Service. Sorry. جوجل راح لنا شغلة تانية. وس يب هاي وس اللي هو World Education Services. تعمل ساين ان، بتحمل كل شهاداتك، بتدفع لهم مبلغ I think انه $200. anyway هم بيعملوا لك المعادلة تبعتك في كندا. هم بتواصلوا مع الجامعات. المبلغ في عندهم فاست سيرفيس كمان. هون الدوكومنت، هاي الفيز. اوب سوري، هاي الفيز evaluation and fees. إذا education professional license employment immigration. so بدك تحكي شو ال purpose تبعك، ليش بتجاي انت؟ عشان immigration مثلا. our recommendation بحكوا لك شو لازم تسوي. again إذا ما بتعرف تقرأ هذا البرنامج بتعمل copy للعنوان فوق وبتحطه في جوجل ترانسليت اللي هو west.evaluation fees، تكبس عليه. اوب سوري، من انجلش، كل مره بنغلط هاي الغلطه، لعربي. كيف بدي ترجم من انجليزي لانجليزي؟ هون بترجم لك كل اللي بدك اياه، شو اللي مطلوب. الصيادله والاطباء حتى بنقوله كل شيء موجود هون. خدوم الخدمات والرسوم، قديش تدفع؟ $220 لا يشمل رسوم التوصيل. اوكي، فواضح هذا الموضوع. نرجع نحكي على الدوكيومنتس. احنا سوري هون الادوكيشن هذا provincial nomination if you have one. طبعا هاي بتعطيك قوه اذا معك النومينيشن من البروفنس، من المقاطعه اللي انت رايح فيها. عشان هيك كيبيك عندهم هذا البرنامج، لازم تاخذ provincial nomination من كيبيك، ما بتقدر تروح بدون provincial nomination. و written job offers if you have it. إذا عندك job offer من كندا، طبعا هون في ال... إذا قدمت بحطوا اسمك في البول إذا أنت علاماتك تكفي لهذا. لما توصل كل مثلا شهر شهرين بيعملوا زي سحب وبيختاروا ناس. إذا دعوك إنك تتقدم لازم ساعتها انك بتعطوك وقت طبعا تقدم هاي الشغلات على البروفايل كله اونلاين. بتعمل بروفايل اونلاين
لازم تعمل البوليس سيرتيفيكيتس والميديكال اكزامز وبروف اوف فند اللي هو المصاري اللي انت معك في البنك. نيكست ستيب بتكون جاهز، بتعمل سبميت للبروفايل وبتستنى لما يقولوا لك ويلكم، بتروح بتعمل الفيزا، بتدفع مصاريها وبقولوا لك تيجي على كندا. هذا هو البروسيس تبع الاكسبرس انتري. في كتير ديتيلز يمكن انا ما شرحتها لانه انا ما عندي علم فيها، اجين انا مش كونسلتنتس، بس اذا عجبتكم هاي المعلومات حطوا اسئلتكم العامة، ما تحطوا لي سبيشال كيسز لانه ما حقدر اجاوب عليها، ورح ندعي كونسلتنتس تبع اميجريشن نعمل معاه لقاء او معها ونجاوب على هاي الاسئلة كلها في حلقة مباشرة اونلاين رح تكون في على قناتي. شاركوا هذا مع أصدقائكم وخليكم معنا في الحلقة القادمة، رح نحكي عن مواضيع تانية. أعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.